لقاءات يخص جميع التجار، ماشي غير جميع التجار ديال مدينه القنيطره كاملين. علاش؟ ديال الرخص مزاوله المهنه. جاهم القرار كمجلس، جاهم قرار من الداخليه باش يجمعوا هذا الشيء ديال، يقنوا داك الشيء ديال الرخص ديال المحلات ديال التجاريه كامله، ولكن جاهم هادو تيطبقوه بواحد العراقيل، بواحد شنقول لك، كاين شي تيكثروا على التاجر. كاين التاجر اللي عنده 40 سنه 30 سنه، خصوصا المناطق العتيقه بحال الخبازه، بحال المسيره، بحال بزاف المناطق اللي تكون عندها قديمه، تتجي تقول لها تجيب لنا شي ورق، بحال مثلا البلان، بحال موافقه مول الملك، بحال بيرمي دابيتي، بحال شهاده ملكيه، اشياء لا يعقل. هادو راه تلقى جينا نقلبوا على المنازل اللي كاينه في الخباز، خصوصا الخبازه ولا الساكنيه، جينا نقلبوا البلان، كاش كاين البلان الدار اللي كتخلص النظافه وكتخلص ضرائب، وجينا نقلبوا كنلقاو ارض فارغه. هاي الدار مبنيه 40 سنه 50 سنه، وكنلقاو بدار، وكنمشيو نقلبوا على البلان كنلقاو ارض فارغه. يعني هذا الشيء ما عندوش. زائد عاوتاني كاين مول الملك اللي عنده نزاع مع، كاين مول الحانوت اللي عنده نزاع مع مول الملك، ما يمكنش يعطيه البلان، ما يمكنش يعطيه هذيك الرخصه، وما يمكنش يجيليزي معاه سميتو التوصيل ديال الكره. حنا كنطلبوا ما يثبت وتبسيط المسطره. شنو هو السيد تيخلص فوند كوميرس ديالو وكيخلص الضرائب ديالو، هذا كيكفي. انت غتعطي الرخصه للمول، شنو تعطيها للمول الملك، للمول الدار، ولا غتعطيها للحانوت؟ ان الرخصه غتعطيها للمول الحانوت. مول الحانوت شنو كيخصو؟ كيخصو هذيك شنو يعني السيد، باش نعرفوا بان هذا مول الحانوت، عطيه الفوند كوميرس ديالو. اليوم تواجدنا تجار ديال مدينه القنيطره بكثره، لقيت عندنا مشاكل ديال الترخيص. طلبوا لنا رخصه ديال المحل التجاري ديال الداخل وديال استغلال الملك العام، ولكن الوثائق ما توفرش عندنا. هذاك الشيء على هذا المشكل جينا اليوم لهنايا، لقاش كاين عندنا اراضي مبنيين فيهم محلات 10 و 12 و 14 محل، ولكن كتمشي المحافظه كتلقى ارض عاريه، وكاين عاوتاني مشكل ديال المباني القديمه، كيكون مول الملك مات وكيبقاو الورثه ديالو. كتقول لهم عطيوني توصيل ليغاليزي، او عطيوني كونترا، ما يعطيوكش البلان، ما كاينش. وكاين مول المحل التجاري اللي عنده مشكل اصلا مع السكان، يعني ما كتفوش على الوثائق باش نصاوبوا الرخص ديالنا. احنا مستعدين نصاوبوا الرخص، مستعدين نخلصوا، ولكن المشكل ماشي فينا، المشكل في الجبايات، المشكل في الشرطه الاداريه. الحلول الممكنه راه ساهله، خص مول المحل يكون عنده الباتون ديالو، يكون عنده الباتون التوصيل ديال الكرا ايغاليزي، او الا ما كانش عنده التوصيل ديال الكرا ايغاليزي يجيب ريستورك ديال الضو، يجيب ورقه ديال الضو سميتو، راه نورمال كافيين. واش كاين شي حاجه صعب من الباتون؟ الباتون راه المحكمه التجاريه اللي كتعطي لنا، يعني الا عندك الباتون راه عندك كل شيء.